اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين، منورني ومشرفني النهارده واحد من اهم المدربين في تاريخ مدربي حراس المرمى في مصر. الحقيقه فرض نفسه بقوه وبجداره على الساحه الرياضيه واصبح هو المرجع الحقيقه في كل شيء خاص بتدريب حراس المرمى. وصل بمنتخب مصر الى نهائي كاس الامم الافريقيه، وصل بمنتخب مصر الى نهائيات كاس العالم، حقق نجاحات كثيره جدا مع النادي الاهلي لما درب حراس مرمى النادي الاهلي لسنوات طويله، وشرب خبرات كثيره جدا من مانويل جوزيه سواء داخل مصر او خارج مصر، والامر نفسه تكرر مع منتخبنا الوطني. منورنا ومشرفنا النهارده كابتن احمد ناجي. مساء الفل يا كابتن ناجي. مساء الفل عليك، ووحشني جدا. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله، بس مش انا اللي وصلت، انا كنت جزء من جهاز وصل لكاس العالم. وصلت انت، وصلت ومستر كوبر وصل، وكابتن اسامه نبيه وصل، ومحمود فايز والباقي الافاضل يعني. فزي احنا بنقول انا لعبت في كاس العالم، بيبقى شرف للواحد انه يبقى متواجد في هذا المحفل الكبير. كابتن احمد، خليني الاول ابدا معاك في العموم. عندنا قضيتين، القضيه الاولى هي المنتخبات، وانت حوالي 6 سنوات منها سنوات طويلة مع كوبر في المنتخب الوطني وتجربة قصيرة مع أجيري. هل شايف أنه كان متوفر لكم الاستقرار في التجربة الأولى ولم يتوفر في التجربة الثانية عشان كده حصل فشل؟ وبالمقارنة بما يحدث الآن شايف الدنيا ماشية إزاي؟ لا، هو في يعني أنا دايما بعول الأمر على شخصية المدرب مهما كانت الأجواء المحيطة به. كويس. إذا كانت شخصيته قوي وبيعض وليه اسنان وذكر، فهو بيعمل يعني نسبة كبيرة من اللي هو عايزه. في شخصيات تانية بتبقى بتسمع الكلام مثلا وبتقضيها. للأمانة ما فيش مدرب أنا اشتغلت معاه ما عندوش إمكانيات كويسة وما كانش شخصية كويسة. مستر أجيري كان برضو شخص رائع ومدرب رائع جدا، لكن اللي حصل أجيري عمل إنجاز السنة دي في الدوري الأسباني، طبعا قعد بمايوركا ما يشبه الإعجاز يعني، وكان جاي يعني خلاص الفرقة كانت ميتانة. على فكرة مستر أجيري ما بيقعدش، يعني السنة اللي فاتت برضو مسك فرقة كانت في آخر الجدول بس ما وفقش في آخر أسبوع، في اختفي باين أو حاجة كده، ومايوركا قعد بيهم السنة دي وكان لسه جاي فترة بسيطة جدا، كان مع الفرقة المكسيكية اللي كانت في كأس العالم للأندية مونتيري. مدرب رائع جدا وشخصيه أجيري. طبعا شخصيه جميله جدا وشخصيه قويه جدا، لكن الـ 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 الحاجات اللي اتطلبت منه في يعني اللحظات الاخيره اتغير. مظبوط. الهدف مظبوط، طلب الاول بناء فريق بعد ما قالوا كاميرون دي مالكش دعوه بيها واعمل اعداد لكاس العالم. نعم. وبعدين لما البطوله اتغيرت بقت عندنا فالهدف اتغير. فحصل شويه تشتت كده، فهو الاساس المدرب. مدرب يعني بيطلب وبيصر وعنده قرار وعنده انه يقدر يقول لا. هو بس فالاجواء اللي احنا كنا عايشين فيها في وقت كوبر كانت كده. هو راجل حكيم جدا ومحقق يعني ومرتب افكاره وشايف هدفه وعارف القماشه اللي بيشتغل عليها ايه الانسب ليها، وعشان كده حقق نجاحات. شخصيه قويه جدا، شخصيه قويه جدا ولطيف جدا. زي مثلا مانويل في نفس الويدا يعني، ان هو برضو تعرف مثلا مانويل كنا مسخره قبل التمرين نص ساعه ضحك وتهريج و و و ينزل يلبس وش الخشب والشغل حاجه تانية خالص. وطبعا اشتغلت مع مدربين عظام كتير، راسفان لوسيسكو المدربين الكبار الهائلين، نبيل معلول المدربين الكبار الهائلين، كابتن حسام البدري، كابتن حمادة صدقي. وبعدين تجربة بقى يعني مخلياني فخور بالمدرب المصري فعلا حقيقي، مع كابتن احمد سامي. طيب